اليوم استقبلنا مدراء المدارس في قضاء الزبير بوقفة احتجاجية أمام مبنى تربية الزبير، وذلك للمطالبة برد الاعتبار كون أحد زملائهم تربويين تفوه بكلام غير لائق وغير تربوي على إدارات المدارس. واستقبلنا طلباتهم لتمثل بتشكيل لجنة تحقيقية ورد الاعتبار، وستأخذ هذه المطالب طريقها القانوني، سنعرضها على السيد مدير العام لاتخاذ القرار المناسب بحق هذه الطلبات. قطع الأراضي أكملت من قبل تربية الزبير والبلدية وعقارات الدولة، وأكملت على حسب الأصول. رفعنا قاعدة بيانات بعدد ملاكاتنا من يستحق قطع الأراضي، والآن هي في ديوان المحافظة تحت أنظار السيد محافظ البصرة، ننتظر إطلاقها خلال فترة قريبة إن شاء الله. هذا بالنسبة لللفظ اللي هو تلفظ، على أي أساس أنه هو نعت المدير أنه هو بالذليل والعبيد؟ شنو الأساس اللي اعتمد عليه؟ يعني احنا بالعكس، احنا كل احنا كادر التربوي، كل احنا اخوه، ومدير القسم الاستاذ حسن حاكم يحترمنا، اكو احترام متبادل. لما هو نعت المدير بالذليل، ذليل لمن وعلى اي اساس انه هو نعته؟ زين، هو مرشد تربوي المفروض يكون واعي وفاهم، وهو اكثر الناس اللي يعاتب على اي لفظ يتلفظه. حقيقه اليوم يعاني المعلم ما يعاني من كبد الحياه ومن ضغط العمل، وهذا عملنا كله إن شاء الله بعين الله سبحانه وتعالى، وعمل نرجو فيه الآخرة. اليوم مع معاناة المعلم، مع ما يتصدى له المعلم من جهد، من تعب، من إرهاقات، من إرهاصات، يأتي من يأتي وهو من ضمن الكابينة التربوية يتطاول على فئة كبيرة من معلمي تربية الزبير المتمثلين بمدراء مدارس الابتدائية، ويصفهم بوصف شنيع ورذيل. حقيقة هذا العمل غير مرضي لنا كتربويين، ونطالب مدير قسم تربية الزبير، ونطالب أيضا نقابة المعلمين بأن يكون لهم موقف حازم وموقف شجاع تجاه هذه التجاوزات. أولا، لا نسمح لأي كان ومهما كانت مكانته أن يتطاول على أي فرد من ملاكاتنا التربوية بالقول أو بالفعل، وعلى أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وعلى غيرها، وإذا حصل هذا الأمر فالقانون بيننا وبينه. اثنين، نطالب من السيد مدير قسم تربية الزبير المحترم اتخاذ الحق القانوني اتجاه هذا الشخص وإحالته للتحقيق نتيجة تطاوله على مدراء مدارس الزبير الابتدائية. ثلاثة، نود أن نعلم الكل بأن لا يوجد اليوم أي شخص يتكلم باسم معلمي قضاء الزبير، حيث أننا لم نخول أي شخص بأن يمثلنا أو ينوب عنا حتى في الجروبات. أربعة، تشكل لجنة لمتابعة مقاطعة طلحة، وتكون مختارة من قبل مدراء المدارس، وتتابع الأراضي مع السيد المحافظ وتربيته والبلدية ودائرة التسجيل العقاري وبالسرعة الممكنة، وتوضح جميع تحركاتهم أمام التربويين. هل يجوز اللي يوصفون المدير بالذليل والعبد؟ يعني يجي إنسان وهو المشكلة مرشد تربوي يوصف المدير بالذليل والعبد؟ هذا لا، ما اعرف شلون حلها وشلون وصفها. احنا نطالب القانونيه والقضاء بانصاف المدير بهذه الاهانه اللي قدمت له من بعض الاشخاص.